ما انطلقت من هنا انك تكفر الدوله. نعم. كفرت الدوله؟ نعم. تكفرها الان؟ نعم. المملكه العربيه السعوديه حكومه الدوله كافره. نعم. الحكومه ولا الشعب؟ الشعب والحكومه كلنا. كلكم. وانا واحد منهم؟ انت اثنين عشان لا يا شيخ كافر نعم. عشان سمين انا اصير كافرين. نعم. السعوديه بلد كافر يصدر لا لا لا, لا تستطيع ان تقول لا تستطيع انت سيد سيد واثق ارجوك وعلى السعوديه ان تقف عند سيد واثق وكفر جنود الحكومه السرابيت لو صلوا وصاموا وحجوا اهلا بكم مجددا دكتور مشاهد يعني تدعو للضحك فعلا نماذج مختلفه من بشر يكفرون دول ويكفرون هكذا من عندهم تعليق ثم نتساءل نعم من اين ياتي الارهاب نعم من اين ياتي الارهاب, الإرهاب. وقبل ان نطرح هذا السؤال من نعم. اين اتى هؤلاء من اي جحر مظلم خرجوا هؤلاء من جحر الجهل يا دكتور كما قال ابن الجوزي الشيطان لا يتلصص الا في ظلام الجهل يا سلام. طبعا الشيطان لا يستطيع الشيطان يخاف من النور يا دكتور والعلم نور والقرآن نعم. نور وأنزلنا نعم. لكم نورا نعم. مبينا والنبي سراج منير. منير الشيطان مستحيل الشيطان أبو الظلمات وابن الظلمات وحليف الظلمات ولا يتلصص إلا في ظلام الجهل هذول أبناء الجهل المساكين هؤلاء الذين لم يقرأوا ولم يحترموا لا عالما ولا إماما وسارعوا فقط فسارعوا فقط إلى تكفير الأمة هكذا شفت شعوبا وحكومات وقبائل ومذاهب وطوائف وأفراق بلا يعني بلا تردد دون أن يطرف لأحدهم جفن هذه الجراءة على فكرة هل هم مرضى نفسيين يا دكتور قطعا 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 الذي يكون حريصا على أن يصدر مثل هذه الأحكام نعم. على البشر على الآخرين هذا الرجل مش ليس سويا بالمرة يا دكتور ليس سويا بالمرة الآن لو سألتني هل تكفرهم أعوذ بالله لا أكفرهم أبدا يا سلام. هؤلاء خوارج نعم. أقول فيهم كما قالت الأمة في الخوارج نعم. تخيل لا نكفرهم لكن نضللهم هؤلاء ضلال هؤلاء فسق هؤلاء مجرمون في حق أنفسهم وفي حق أمتهم وأبشع من هذا يا دكتور في حق دينهم هؤلاء شوهم وحي الدين يا. تعرف لو أن هؤلاء سادوا نعم. ولم يبيدوا وتكاثروا ما الذي يحصل؟ كارثة ستكفر أجيال هذه الأمة بالدين صحيح مستحيل هؤلاء لا مقبولية لهم عند كل إنسان سوي عاشق للحق وعاشق لله وعاشق للدين وعاشق للحياة والأحياء يا دكتور يا سلام شوف منطق الدكتور سعد الدين الهلالي شفت؟ يعني رجل ذهب إلى آخر الشوط في الإنسانية محاولة احتضاء الإنسانية كلها ما شاء الله وكان وهو متخصص يا دكتور نعم متخصص هؤلاء جهلة هؤلاء جهلة هو رجل فقيه جليل معروف وشوف الفرق نحن نريد الحق يا دكتور لا نريد أن ننتقم يعني هم الآن ينتقمون ربما عندهم أشياء ينتقموا ومن دول ومن أفراد ومن جماعات ومن مذاهب نحن لا نريد أن ننتقم لا نكفر حتى من كفرنا كما أن الإمام علي لم يكفر من كفره نأخذ أمثلة أخرى يا دكتور عشان ترسخ المسألة لدينا جميل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر جماهير الأمة يكفر أو لا يكفر لا يكفر وتأولوها وأتوا بأدلة ذكرناها في حلقة في حلقة الصلاة وتارك الصلاة الإمام أبو عبد الله بن قدامة المقدسي صاحب الموسوعة العظمى هنا في الفقه الإسلامي ماذا رجح وهو حنبلي والمذهب الحنبلي بالذات خلافا للجمهور يكفر تارك الصلاة ليس عن جحود تهاونا وتكاسلا يكفره أبو عبد الله بن قدامة قال له الموفق قال له أنا أرجح أنه غير كافر طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم معروف صاحب الدعوة أكيد المشهورة أكيد هل كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا من غير جحود طبعا لو جحد الصلاة كل الفرق الإسلامية تكفره لأنه يكذب الله نعم لا يقول لا غير واجبة غير واجبة لا على فكرة ولو يكفرونه من أول الطريق يكفرونه بعد أن يلزمه الحجة لأنه قد يكون لم يقرأ النص القرآني لم يقرأ قرآنا نعم. وقد يكون قرأه ولم يفهمه وقد يكون مختلا عقليا بعد الحجة يعني بعد الحجة وثبوت أنه مؤهل لفهم الحجة يا دكتور وأن كفر جحودا لوجوبها وليس تهاونا وكسلا جحودا حتى لو صلى يكفر لكن نعم. بعد أن نقيم عليه الحجة لسه نعم. ابن عبد الوهاب قال أنا لا أكفر تارك الصلاة يعني من تهاون نعم. ومن كسل طب ليه لماذا لا تكفر؟ قال لأني لا أكفر إلا بما أجمعوا عليه نفس سلام. الشيء برضو لابد قال أن يكون الأمر المكفر مجمعا عليه للأسف الآن نرى بعض العلماء المعاصرين يكفرون ترك الصلاة يعني لا اتبعوا ابن عبد الوهاب ولا اتبعوا كثيرا ولا اتبعوا الجمهور طبعا ولا اتبعوا ابن قدامة تبعوا آخرين يكفرون تبعوا أهواءهم لا لا لا, لا. تبعوا علماء آخرين حرام لا تبعوا علماء آخرين طيب نحن نحب أن نضيق هذا الباب باب التكفير كما فقط. كان السلف يضيقون كما كان كبار الأئمة دكتور من نطق بكلمة الكفر
من سكر هو سكران، هل نكفره؟ لا نكفره. غايب العقل. في ناس تشددوا لا نكفره، لأن حمزة أسد الله عليه السلام. نعم. ولولا أن الحديث في الصحيحين ما مثلنا به. سلام الله عليه. سلام. حمزة قبل أن يحرم الله الخمر في المائدة. نعم. كان يشرب والصحابة يشربون فسكر. نعم. فأتى إلى ناقتين للإمام علي وبقر بطونهما وعرقبهما. علي لما رأى هذا يعني تأثر جدا جدا، وجاء للرسول يبكي. وبعدين حين يعني أخبره أنه سيشكو إلى رسول الله، قال له ما أنت وهو يعني هل أنتم، ويعني هل أنتم أنت والرسول، هل أنتم إلا عبيد عند أبي؟ كفر ولا مش كفر هذا؟ كفر. لكن لا، لا نكفر، لأنه كان سكران. العلماء أخذوا منها قاعدة. نعم. طيب من قالها دهشا قال كلمة كفر هيك، راح سب الدين أو سب أعوذ بالله، في حالة دهش أو في حالة فرح، في حالة مصدومية، لا نكفرها. مش كلامي هذا، كلام ابن القيم الجوزية، لا نكفره. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أحسنت يا سيدي، أنت فقيه الحديث. اللهم قالها إيه؟ أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح اللي ظل ناقته. صحيح. نعم. أنت عبدي وأنا ربك، قال له. طيب الذي قالها يا دكتور، الذي قالها في حالة غضب، نقيسه على حالة إيه؟ الدهش والمصدومية، لا نكفره. ابن القيم لم يذكر الغضب، لكن ذكر سبق اللسان. سبق اللسان، سبق اللسان يكون في حال الغضب. نعم. يعني والدهش. حالة الغضب مظنة إيش؟ لأن يسبق الإنسان إيه؟ نعم. لسانه بشيء، فلا نكفره. طب من قالها جهلا مش فاهم الأشياء، لا نكفره. كالرجل الذي أوصى أولاده. نعم. أنه إذا مات، لأنه لم يعمل خيرا قط. نعم. بس كان عارف أنه الله موجود وكذا، آمن بالنبوة والشرائع، أن يحرقوه وأن يصحنوه وأن يذره في الريح، فوالله لئن قدر الله عليه قال ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وبتعرف القصة، حديث في الصحيح. نعم. جمعه الله تبارك وتعالى بكون فيكون اجتمع، قال له ما حملك على ما فعلت؟ نعم. قال له خشيتك يا رب، قال وتخشاني اذهب فقد غفرت لك. يا سلام. طب هذا ايش؟ انكر امرين من ضرورات اصول الاعتقاد، ما هما؟ نعم. ان الله قادر على ايش؟ ان يحيي، قادر على جمعي. نعم. ولا بالصحيح؟ نعم، يحيي الموتى. هو لا يعرف هذا. لا يعرف هذا، لا يعرف ان الله يقدر ايه؟ نعم، على ان يجمعه، ولا بالصحيح؟ ومع ذلك لم نكفره. طيب يا سيدي، من أتى امرأة حائض، من أتى حائضا. نعم. أو امرأة في دبرها فقد. نعم. كفر بما أنزل على محمد. نعم. هل نكفره؟ لا، لا نكفره، مع أنه النبي يصرح كفر كفر. نعم. كفر. من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على. هل نكفره؟ لا. من قال مطرنا بنوء كذا. نعم. فقد كفر بالله وآمن بالكواكب، هل نكفره؟ لا. لديك من هذا النمط يا دكتور، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر. من قاتل أخاه المسلم. نعم. كالصحابة قال، هل نكفره؟ لا. فمن. نعم. أكبر العبر يا دكتور.